سمكة البربوني نسميها بربوني، نسميها السلطان إبراهيم، في الآخر دي تتاكل إزاي؟ وإيه أفضل طريقة ناكل بها السمك؟ البربوني يا إما ناكله مقلي يا إما ناكله زبدة وليمون. تعالوا مع بعض نشوف نعمله إزاي، أو ممكن صينية في الفرن كده لطيفة برضو بالزبدة والليمون. المقادير على الشاشة بسيطة وسهلة في متناول الجميع. بربوني أو السلطان إبراهيم، زبدة وليمون وشوية مستردة مع شوية روزماري وشوية زعتر وملح وفلفل، ونرفع إيدينا وخلص الكلام. هي دي المقادير البسيطة السهلة، ولكن التركية اللي هنشتغل بيها احنا مع حضراتكم خطوة خطوة. البربوني بيتجاب ويتنظف بالشكل ده كده، بتشيل عرق الزفارة، أساتذة المصورين حبايبي فرسان التلفزيون المصري. بنرفع البطن بتاعة البربوني بالشكل ده كده، وطبعا بنكون حريصين لأن سمكة البربوني ما بتستحملش السكينة، فنكون حنينين عليها شوية. بنيجي فتحة كده ونمسك البربوني كده الرص بالشكل ده كده، فتحه كده في ظهر السمكه ونرصه كده بالشكل ده كده في الصينيه واحده واحده اهو. وهنعمل له الصلصه بتاعته دلوقتي على النار وندخله الفرن. مش هياخد بالظبط كده عينيا، حاضر اهو كده اهو. تاني نفتح سمكه البربوني كده بالشكل ده كده، بنشيل الخياشيم بتاعتها ونرفع عرق الزفاره من قلب السمكه من جوه اهو بالشكل ده كده اهو. تاني اهو نفتح واحدة كمان، اللهم صل على النبي، أهي زي الفل أهي. الخياشيم وتنظيف السمكة من جوه ده مهم جدا على فكرة، ولكن أنا مع حضراتكم كده واحدة واحدة دلوقتي إزاي نشيل الزفارة من السمك حتى لو هنعمله بالزبدة والليمون أهو. دايما يقول لك الكمون يا شيف مغازي مع الزبدة مع السمك بيرفع الزفارة، لا خلونا نشوف إزاي دلوقتي مع بعض كده وإحنا شغالين واحدة واحدة. بنرص السمك كده بالشكل ده كده. معانا طاسة على النار بتسخن، هنعمل الصلصة دلوقتي اللي هنحطها على السمك ده كده. الصورة دي حلوة كده، نخليها اهي زي كده اهي. تعالوا نشوفوا مع بعض بنعمل التتبيلة بتاعة السمك، الزبدة والليمون. معانا عود روزماري محترم، وده وارد يكون عندك زرعاه في البلكونة وجبتيه من عند الراجل الفكهاني بتاع الخضار اهو. اتفقنا ان البربوني ما يحبش يا مغازي لا الكمون ولا الكزبرة آه. أنا التوم مع زيت الزيتون مع الروزماري. خلوا بالكم السمكة دي زي ما قلت لحضراتكم عزيزة شوية، توم روزماري زيت زيتون، وصلت مرحلة التحمير شوية اهو. بننزل بالزبدة دي كده اهو، دي زبدة اهي، بناخدها كده هتجرنش مع السمكة، بنشيلها اهي زي الفل. معانا سلايز ليمون حلو قوي، واحدة واحدة عشان الطبق ده مهم جدا زي الفل. معانا كمان ليمون اهوت حلو تمام يا عم الشيف. نرفع دي كده، معانا ميه بتغلى على النار، الله 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 حلو قوي. نظبط الملح والفلفل، تقدر تعملها بسهوله واحسن من شغل المطاعم يعني من الاخر انت لما تعملي اكله السمك في البيت، وانا بفضل انك تعملي السمك في البيت على فكره زي الفل يا عم الشيف. تاني عملت ايه؟ جبت زيت زيتون مع روزماري حمرته، خدت الفليفر والطعم اللي هو هشيل الزفاره، يعني اتفقنا مش عايزين زفاره في السمكه. بعد كده نزلت بالتومه اتحمرت شويه، ما سبتهاش لما تتحمر عشان ما تقلبش على فته طشه الفته. وبعد كده حطينا سلايز ليمون بالشكل ده كده او زبده، وشويه ميه مغليين على النار حلوه، وشويه فلفل ملون كده، ده بيدي تيست عالي اهو تمام زي الفل. ومعانا كمان يا عم الشيف عصير ليمون. والسمك فين معانا عشان ندخله الفرن بالشكل ده كده اهو. بناخد الصلصه اللطيفه دي كده بنوزعها على السمكه. طيب شفت انا بعمل ايه دلوقتي؟ اه السمك البربوني خلاص زي الفل. درجه حراره الفرن كام يا عم الشيف معانا؟ 180 200 زي ما تقولي قولي، اهم حاجه تكون الفرن هنا جاهز ومتحضر مسبقا، كانك هتعملي كيكه. هناخد السمك ده زي ما هو كده ونحطه في الفرن. اه بصي لي عليه كده يا فاروق الله يوفقك، وصورنا معاها سيلفي. اوبا هو ده.
درجة حرارة الفرن عندي 180 أو 200 بنحطه في الفرن لمدة 10 دقايق. الله عليك يا فاروق، الله عليك يا فاروق، لما تشتغل بمزاج. صلى على الحبيب قلبك يطيب وخش بالعدسة جوه الفرن، ما تخافش احنا مش بنخاف. الصورة الحلوة تتحدث عن نفسها، بربوني اللي هو السلطان إبراهيم بالزبدة والليمون، ولسه في تركية معانا واحدة بس ونقدم بيها السمك بتاعنا بعد ما نقفل عليه الفرن كمان لمدة 5 دقايق. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. بتعمل ايه يا عم الشيف؟ وحق عليا لازم نقول احنا بنعمل ايه في الفاصل. في الفاصل اللي في الفرن بنطلعه بنبدأ نغرف الحاجة، بنبدأ نروق الكاونتر بتاعنا ونشيل الحاجة اللطيفة الحلوة، ولكن في تركات وفي أسرار لنجاح الأكلة، مفاتيح لنجاح الأكلة. أنا شويت البربوني بالزبدة والليمون، فاكرينه من البداية خالص عملناه ازاي؟ حطينا زبدة وزيت زيتون مع روزماري مع توم على النار، حلو الكلام، والطاسة معايا زي ما هي، والسر في الطاسة والمغازي بيقول الخلاصة، البربوني معانا زي الفل. هنعمل إيه يا عم الشيف؟ في نفس الطاسة دي هنرجع الصوص اللي ده اللي معانا أهو، ده الصوص اللي باقي معانا من البربوني للصينية اللي إحنا شوينا فيها أهو، هنسقطه كده هنا أهو 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 زي ما هي كده، حلو قوي. وناخد شوية صوص من ده كده أهو، شوية صوص أو شوية شوربة من مية الجمبري اللي كانت معانا من شوية أهو 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 أهو. يا ويلي يا ويلي، روس الجمبري وقشر الجمبري هو السر، هو المفتاح. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ الصلصه اللي معايا دي كده مظبوط الطعم، ملح وفلفل مظبوطه زي الفل، معلقه نشا او كريمه لباني اختياري، يا ويلي بس خلاص ارفع ايدك، هو ده. شويه بقدونس، الله على فين يا عم الشيف، على فين يا عم الشيف، الكنز هنا، السر هنا. هناخد دي كده ونقدمها مع البربوني، يلا دلعني يا فاروق، ده البربوني بتاعنا اه. الله، زبدة وليمون مع بربوني عزيز ما يحبش التوابل الكتيرة، بس كفايه الف هنا وشفا. طيب بقى عندي هنا العصير اللي احنا هنعمله مع بعض دلوقتي، عصير الكيوي مع الليمون والعسل، هنشوف نعمله مع بعض ازاي بطريقه لطيفه وبسيطه. خلونا نروق الطاوله بتاعتنا، مقبلات هنا والبربوني هنا والرز بالجمبري هنا،